أوه، انظر لشطيرة البرجر الشهية هذا، هل تذوق لقضمة منها؟ لكن للأسف يكاد يستحيل تناول البرجر بأناقة نظرا لتساقط مكوناته في معظم الأحيان. لكن هل تساءلت يوما عن سبب حدوث هذا؟ لقد تبين أننا كنا نتناول البرجر بطريقة غير صحيحة. أفضل طريقة لتناول شطيرة البرجر هي قلبها بالكامل، ليكون الجزء المستدير منها بمثابة وعاء يضم بداخله كل المكونات. لا داعي للشكر. تعتبر الملاحظات اللاصقة من الأدوات المفيدة، لكنها تتصف بشيء واحد مزعج، وهي أنها تنحني عند لصقها بالحائط. لكن لن يحدث هذا إن نزعتها من الجانب، هذا أشبه بالسحر. إن كنت لا تصدق ما أقول فتحقق بنفسك. الانزلاق على قشور الموز ليس الطريقة الوحيدة لاستخدامها، فهناك خيار أفضل. أفرك حذاءك الجلدي بالجزء الداخلي لقشرة الموز، وستحصل على حذاء لامع كما لو كنت قد استخدمت أفخر منتجات العناية بالأحذية. عندما يتعلق الأمر بربط رداء الحمام، فهناك خيار واحد صحيح، أليس كذلك؟ كلا، يمكنك إزالة الحزام ووضعه في الحلقات الأمامية وربطه. سيمكنك هذا من شد الرداء بالمقدار الذي تريده وتجنب الشعور بالضغط المزعج حول منطقة الخصر. يتيح شكل زجاجات الرذاذ تعليقها على حامل تعليق الملابس أو أحد الحبال لتوفير المساحة في خزانتك. من قال إنه عليك ترك لب ثمرة التفاح عند تناولها؟ إن بدأت بقضم التفاحة من الأسفل إلى الأعلى فستتمكن من تناول اللب مع الجزء المتبقي من الثمرة بكل سهولة. إنها استراتيجية عدم إهدار أي نفايات. لدى التفاح ميزة أخرى رائعة حقاً. إن كنت تريد مشاركة التفاحة مع صديقك لكن ليس لديك سكين، فيمكنك تقطيعها إلى نصفين. يوضح بعض مدوني تيك توك هذه الخدعة، ويبدو أنها ليست صعبة على الإطلاق. تفحص الجزء العلوي من التفاحة وارسم خطاً وهمياً بالطول حيث ستقطع التفاحة على طوله. ضع راحة يدك اليسرى على التفاحة بهذا الشكل، ثم باعد أصابع يدك اليمنى على الجانب الآخر من التفاحة هكذا، وابدأ بفصل نصفي التفاحة عن بعضهما. تجنب انزلاق يديك، وسرعان ما ستنقسم التفاحة إلى جزئين. عادة لا يكون شكل قطع الجبن أو اللحم الدائرية مناسبا للخبز مربع الشكل. لحسن الحظ هناك طريقة للتحايل على الأمر والحصول على شطيرة مغطاة بالكامل. اقطع قطعتين دائريتين من اللحم أو الجبن إلى نصفين، وضع الأنصاف الأربعة على قطعة الخبز بحيث تكون جوانبها المستقيمة مواجهة لقشرة الخبز، وها هي الشطيرة جاهزة ومغطاة بالكامل. إن كنت تفضل تناول الآيس كريم من العبوة لكنك تكره ذاك الشعور البارد المزعج الذي يجمد أصابعك، فيمكنك استخدام كوب كبير لوضع العبوة الكرتونية بداخله، وستحافظ على دفء يديك. إن لم يكن لديك مطبخ أو إن كنت لا تحب الطبخ، فقد يصبح الكوب أعز صديق لك. نجح مسافرون أذكياء في تعديل الكثير من الوصفات الكلاسيكية، وتمكنوا من إعداد أطباق الطعام باستخدام كوب ومايكروويف. ومن بين هذه الأطباق دقيق الشوفان والمعكرونة والبراونيز وحتى البيتزا. ولا تتردد أنت أيضا في ابتكار بعض الوصفات الجديدة. وعند الانتهاء من الطهي وغسل الأطباق يحين الوقت لوضع الكوب على رف الأطباق. عادة ما يضع معظم الناس الأكواب رأسا على عقب هكذا، لكن ماذا لو كان لديك الكثير من الأكواب وليس لها مكان على الرف؟ علقها فقط من المقبض بشكل مقلوب. لعلك سمعت بعض الأخبار المثيرة عن المصافي. لا يفترض بك إفراغ الطعام من الوعاء في المصفاة. ضع الجانب المستدير من المصفاة داخل الوعاء قبل تصفيته من الماء. هذه الطريقة أسهل بكثير، خاصة إن كان قطر المصفاة مطابقا لقطر الوعاء. لكن هذا ليس كل شيء. أجل، تخفي المصفاة مفاجآت كثيرة. يمكنك استخدامها لرسم لوحات تجريدية مذهلة حتى لو لم تدرس الفنون الجميلة. كل ما عليك فعله هو وضع المصفاة على اللوحة ثم اسكب بداخلها العديد من ألوان الأكريليك ودع الطلاء ينسكب وينتشر. ثم أزل المصفاة وغير الشكل الناتج بالطريقة التي تريدها. يمكنك استخدام مجفف الشعر لتجفيف اللوحة أو تسريع عملية ترقيع الجدران أو تجفيف حذائك المبلل. وإن وجدت نفسك في يوم صيفي حار دون مروحة أو مكيف هواء، فيمكنك الحصول على هواء بارد ومنعش باستخدام وضع الهواء البارد في مجفف الشعر. أحياناً يكون الجينز ضيقاً جداً وتشعر بضغط الحزام على بطنك. لا تجبر نفسك على تحمل هذا الشعور المزعج. يمكنك فك زر الجينز وإدخال ربطة شعر في عروة الزر ولفها بهذا الشكل، ثم مرر الطرف الآخر من ربطة الشعر فوق الزر. سيبقى الزر مغلقاً ولن تعاني من أي شعور مزعج.
يمكن الاستعانة بهذه الحيلة أيضاً للتنانير والبناطيل القماشية ذات الأزرار المشابهة. يمكنك استخدام الخبز كقدر أو وعاء للحساء. ليس عليك سوى اختيار رغيف بشكل مناسب وقص الجزء العلوي منه وإزالة اللب بالكامل، ثم ضع طعامك بداخله. لكن تذكر أنه ليس طبقاً دائماً، لذا حاول إنهاء وجبتك قبل أن يفسد الخبز أو يفقد شكله. أو افعل مثل ما أفعل أنا، تناول الوعاء أيضاً، إنه لذيذ. عندما تربط المنشفة حول جسمك فعلى الأرجح أنك تدس طرفها إلى الداخل، لكن جرب في المرة القادمة لف المنشفة حول خصرك ثم أدخل القماش الزائد تحتها وستلاحظ الفرق. يمكنك الآن الرقص والجري والقفز دون أن تسقط المنشفة. أوبس، هل تعتقد أنك تعرف كل شيء عن أحذية الجري؟ إليك هذه المعلومة إذن. يسمى هذا الثقب الصغير بقفل الكعب، وهناك سبب لوجوده. مرر الرباط الذي في الجهة نفسها عبر هذه الحلقة، ثم مرر الرباط الجانبي على الجهة الأخرى من خلال تلك الحلقة، والآن أصبح كعب الحذاء مغلقاً ويمكنك الانطلاق. تعتبر حاويات الشحن طريقة رائعة لنقل الأشياء من مكان إلى آخر في العالم. ليس هذا فحسب، بل يمكنك استخدامها لبناء منزل ريفي رائع باستخدام حاوية أو عدة حاويات. إنها طريقة رائجة في جميع أنحاء العالم. يشتري الناس حاويات شحن مستعملة ويحولونها إلى منازل مريحة تضم جميع المرافق، بما في ذلك الكهرباء ووصلات المياه والشبكة اللاسلكية وغيرها. يستخدم بعض رواد الأعمال هذه الحاويات لبناء المقاهي والمكاتب وحتى الفنادق بهندسة معمارية مميزة. إن نالت هذه الفكرة إعجابك فلا تنسى فحص الحاوية قبل شرائها للتحقق من خلوها من أي مكونات سامة. هل سبق أن اشتريت أوراق خس طازجة في الصيص؟ ربما نعم، لكن هل تعلم أنه ليس عليك التخلص من الجذور فوراً؟ قص الأوراق التي ستتناولها وضع الإصيص مع الجذور في نصف كوب مملوء بالماء البارد، وبعد فترة ستحصل على أوراق جديدة وطازجة. عادة ما يتبقى الكثير من جل الغسيل في كوب القياس عند سكبه في الغسالة، وقد يزعجك هذا كثيراً، لكن ما الذي يمنعك من وضع الكوب كله داخل الغسالة؟ سيخرج الكوب نظيفاً ولن تتأثر عملية الغسيل. لا تتعجلي بالتخلص من عبوة طلاء الأظافر إن أصبح ثخيناً. أغلق العبوة بإحكام وضعيها في الماء الساخن لبعض الوقت، وبعد بضع دقائق سيعود طلاء الأظافر إلى الحالة السائلة من جديد. والآن يمكن طلاء الأظافر بسهولة وتوفير المال. خدعة تيك توك هذه مذهلة، إذ تبين أن بإمكانك حل أي مكعب روبيك بدءاً من أي موضع باستخدام حركتين فقط. أحياناً يستغرق الأمر وقتاً أطول بقليل، لكنك ستفوز في النهاية. عليك فقط تكرار هذه الحركات عدة مرات. لف الجانب الأيسر عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم لف الجانب العلوي في اتجاه عقارب الساعة. كرر هذا التسلسل عدة مرات وفي النهاية سيبدأ المكعب بحل نفسه. ستغير هذه النصيحة قواعد اللعبة في عالم إعداد أطباق الفاكهة. قطع نصف حبة برتقال ثم قطع تفاحة خضراء بالطريقة نفسها. ضع شرائح التفاح والبرتقال معا لصنع نمط مخطط، ولن تحصل على شكل جميل فحسب. ستمنع هذه الطريقة تحول التفاح إلى اللون البني، وستتمكن من تناول فاكهة بنكهات متنوعة. لذيذ! إن كانت زجاجة الصلصة فارغة تقريبا لكنها تحتوي على ما يكفي لوجبة واحدة فلا تتخلص منها. يمكنك بسهولة نقل كل صلصة إلى الجزء العلوي من الزجاجة. أمسك الزجاجة بشكل مقلوب ثم حرك ذراعك كما لو كنت على وشك الرمي. ستصل الصلصة إلى الجزء العلوي تقريبا. تذكر فقط وضع الغطاء على الزجاجة، وإلا ستغطي صلصة جدران المنزل. يضم هاتفك الذكي كنزا من الأدوات والإمكانيات المخفية، وإليك إحداها. شغل على هاتفك أي تطبيق للرسم واختر الفرشاة واللون الذي تريد استخدامه. ضع هاتفك على سطح أملس وقم بتدويره. والآن أثناء دوران الهاتف المس الشاشة بإصبعك. ستتمكن من رسم شكل حلزوني مثالي عن طريق تحريك إصبعك من منتصف الشاشة إلى حافتها.